أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في أول حلقة من برنامج مساء وصباح. كريستينا أوناسيس بنت رجل الأعمال الشهير أوناسيس، مات والدها وساب لها ملايين الدولارات، غير أسطول بحري ضخم، غير الجزر اللي كانت عندها. كريستينا اتجوزت مرة واثنين وثلاثة وأربعة، بتدور على الحب وعلى السعادة، في كل جوازاتها ما لقيتهمش. في لقاء صحفي سألوا كريستينا، قالوا لها هل أنت أغنى امرأة؟ قالت لهم نعم أنا أغنى امرأة ولكني أشقى امرأة. بعد فترة لقوها ميتة وحيدة في شاليه في الأرجنتين. كريستينا زيها ناس كتير قوي بتعيش طول حياتها بتبحث عن السعادة وبتموت من غير ما تلاقيها. ده ليه؟ ده لأن السعادة شيء عظيم صعب المنال؟ أم إن السعادة من الأشياء السهلة الممتنعة؟ أو يمكن نكون إحنا بندور على السعادة في طريق غلط؟ دي أسئلة هنعرف إجابتها مع فضيلة الشيخ الدكتور سالم عبد الجليل بعد الفاصل، انتظروني. مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية، وأرحب معكم فضيلة الشيخ الدكتور سالم عبد الجليل. أهلا ومرحبا بفضيلتك. أهلا بك وسهلا، بارك الله أهلاً فيك. أهلا بحضرتك. دكتور سالم، أين نجد السعادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وبعد هذا السؤال سيدتي، بدأ يعني طرحه من أول ما وجد الإنسان على الأرض، وكل إنسان فينا بيلهث وراء السعادة. بعض الناس تصوروا السعادة في المال فكانت تعاستهم فيه بسبب جمعه، بعضهم ظن السعادة في الفسح والأشياء التي يسمونها مشروبات روحية ومشاكل ذلك فكانت أيضا تعاستهم. حتى الفلاسفة أنفسهم لما حاولوا يبحثوا عن السعادة لم يجدوا ضالتهم، لأن السعادة أمر يتعلق بالروح مش يتعلق بس بالجسد. من ظن أن السعادة تتعلق بالجسد أخطأ الطريق، مهما حاول أن يسعد جسده إلا أن بداخله الروح سوف تظل جائعة بل شقية. يعني حضرتك تقصد بالجسد الحاجات اللي يعني المادية؟ مظبوط. اللي بيرضي بيها جسده، اللي عاوز السعادة لابد أن يشبع روحه. لأنه لا يعرف الكثيرون بأن الإنسان بالأساس هو عبارة عن هذا الجسد، والجسد ده قالب ما هواش الحقيقة، جواه بالأساس روح، عارفة بنسميها اللب زي العقل كده. فالجسد كله قشرة، الروح هي الأساس. طب كيف نغذي هذه الروح حتى تكون سعيدة؟ كيف؟ بالوحي والتزام الوحي، التزام الشريعة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الشقاء ضد السعادة. القرآن علمنا كده في سورة هود، أما الذين سعدوا في الجنة الذين شقوا في النار. فالسعادة ضدها الشقاء، الشقاء سوف يكون لمن أعرض عن ذكر الله. إذن السعادة لمن التزم بذكر الله، الوحي، الشريعة. حد يقول لي طيب ما احنا مليار وستمائة مليون مسلم والمفروض احنا ملتزمين بالشريعة، بين قوسين مفروض ملتزم بالشريعة، وبالتالي يبقى المفروض يكون سعداء. فلا يجوز أن تجدي مسلما غير سعيد، والواقع غير كذا. يعني كثير جدا من المسلمين ليس سعداء مثل غيرهم. الواقع أنه الالتزام بالشرع غير الانتماء للشرع. يعني أنا قد أنتمي إلى وطن ما، لكن هل أنا أحب هذا الوطن؟ هل أنا فعلا مواطن صالح أعمل لصالح الوطن؟ ففي فرق كبير جدا بين أن أكون ملتزم الشريعة وإن أكون منتمي للشريعة. فإحنا منتمين للإسلام، منتمين للشريعة، لكن هل التزمنا بالشريعة؟ فلو التزم الإنسان بالشريعة اللي هي الإيمان، طمأنينة، خلصت المسألة. لأن عبارة السعادة عن إيه؟ عبارة عن إيه حضرتك؟ عبارة عن إيه؟ السعادة عبارة عن رضا القلب، طمأنينة قلبية. هتيجي منين الطمأنينة القلبية إلا من الإيمان؟ فالروح ساكنة. أنا مش خايف من بكرة. ليه مش خايف من بكرة؟ عشان عندي إيمان أن الله هو مدبر الغد كما هو دبر اليوم كما دبر الأمس. فمانيش قلقان ومانيش خايف. عندي أولاد حتى لو كانوا صغار. الناس عايشة وميتة حقيقة، مش عايشة من كتر القلق والخوف على المستقبل. المستقبل بيد من؟ بيد الله. من الذي يعترف بهذا ويقر بهذا؟ عندنا ثقافة، المسلم عنده ثقافة بده إن المستقبل بيد ربنا، ده ثقافة. لكن هل عنده يقين؟ فرق كبير جدا. ممكن أسأل حضرتك المج اللي قدامي ده فيه إيه؟ تقول والله فيه مية. أنا مش واثق.
امتى اتاكد ان في لما ميه؟ تنظر فيه. لما ابص وكمان اشرب عشان اتاكد فعلا انه ميه. الناس لو عندهم يقين ثابت بان الله سبحانه وتعالى هو مدبر الامر وانه سبحانه وتعالى ارحم بنا من امهاتنا سيعيشوا سعداء. طيب انه فعلا مهما يكن من امر انا اخاف من ايه؟ ما ربنا موجود. ونعم بالله. حضرتك بقى انتقلت معانا لليقين، اوصل له ازاي اليقين؟ اليقين نوصل له بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى رقم واحد، رقم اثنين بالنظر في الآيات. وهنا لما نتكلم عن النظر في الآيات عندي آيتين، الآيات المتلوة أو نعيم الآيات يعني القرآن الكريم، والآيات المنظورة الكون. الكون هي الرحلات اللي الإنسان بيقوم بها أيا كان، سواء في شغل ولا في غير شغل، يجب أنها تعلمني أن أنظر في كون الله سبحانه وتعالى فأعرف من الذي يحمي هذه النبتة الصغيرة، الله. من الذي يطعم هذه النملة وهذه الدبة وهذه التي لا تملك شيئا. سبحان الله. فيعني علمونا قديما سبحانه وتعالى يرزق النملة أو الدودة في الحجر، فالذي يرزق الدودة في الحجر سوف يرزقني، فليه القلق؟ ليه الخوف؟ أنا مش بقول ما ناخدش بالأسباب، طبيعي كلنا ناخد بالأسباب، وبنبحث عن عمل وبنحاول نبحث عن عمل مطمئن، ولما بنستثمر أموالنا بنستثمرها استثمار بنسميه الاستثمار الآمن، ده طبيعي جدا، بنخاف طبيعي، لكن في فرق بين الخوف والاضطراب. نعم. في فرق بين الخوف واليأس والإحباط والقنوط اللي وصل الإنسان للتعاسة مهما كان غنياً. فاليقين بالله بيجي بالنظر في الكون من ناحية مدبره موجود تأمل. سبحانه وتعالى، تأمل في الكون مم. اللي بيخرج الشمس كل يوم وبيدور القمر في فلكه والدنيا متحركة وماشية، الذي أعطى كل هذا الخلق عاجز عن إعطائي؟ لا، لا، الذي أمسك السماء بلا عمد أن تهبط على الأرض وأن تسقط على الأرض وأن تزول هي والأرض يمسكني. لما أقرأ مثل هذه الآيات أطمئن، أطمئن، فلا أخاف من شيء، حتى عندما أتذكر أن هناك عدوا يكيد لي. هو في إنسان من غير أعداء؟ طبيعة كل الناس لها أعداء، سواء كان أعداء من الشياطين أو أعداء من الإنس أو شياطين الإنس والجن. لما أعرف هذا أدرك تماما إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. حتى عند الهزيمة القرآن الكريم يقول للمسلمين في أحد وهم منهزمين، يقول لهم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا. شوفي، ما الحزن ضد السعادة أهو، يعني خليكوا سعداء حتى لو كنتم منهزمين، حتى لو كان أصيب منكم 70 من الصحابة وكلكم مجروحين أو معظمكم مجروحين، حتى لو كان النبي نفسه جرح ما تزعلوش. شوف التعبير القرآني جاي بمنتهى الدقة والروعة والإعجاز والبلاغة، ولا تهنوا ولا تحزنوا، ليه؟ وأنتم الأعلون، احنا منهزمين برضو أنتم الأعلون، ليه؟ إن كنتم مؤمنين. ويطمنهم إن يمسسكم قرح وماله، فقد مس القوم قرح مثله، حصل في بدر ليهم إن هزموا وأنتم هزمتوا مرة بمرة، ما جراش حاجة. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فما فيش حاجة بتحصل اعتباطية، حد مرض، حد افتقر بعد ما كان غني، حد ساب شغله بعد ما كان بيشتغل، مش علامة أبدا إن هو وحش ولا إن ربنا سخط عليه، ده قد يكون ده اختبار ليه عشان يرقيه. فاللي يفهم هذه الأمور يسعد. طيب بمناسبة بقى الاختبارات، صدق. واحنا بقالنا فترة في زمن اختبارات وأوبئة وابتلاءات، نستقبل ده ازاي بقى؟ بصدر رحب وبسكينة ازاي؟ ممتاز ممتاز. أو ألف باء في أي شيء نستقبله، إن احنا نعرف فلسفة وجودنا في الحياة. احنا أصلا موجودين في الحياة عشان إيه؟ لما تيجي تقولي لي حضرتك انت جاي الاستوديو النهارده عشان ايه؟ في قناة الصحة والجمال. اقول لك عشان اسجل مع الاستاذة الجميلة ايات، ربنا يا رب يكرمها. ف غرضي معروف وهدفي معروف، فايش طبيعي لما ادخل الاستوديو تفضل حضرتك عشان تسجل؟ اقول لهم لا مش مسجل. اما انت جاي عشان ايه؟ ما انت جاي تسجل. فطبيعي طبعا نخش نسجل. طيب لما نسال نفسنا احنا موجودين في الدنيا عشان ايه؟ هتلاقي القران بيرد علي، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نابت ليه. فانا موجود في الدنيا عشان اختبر. فلما يجي ربنا يجيب لي شويه مرض جبتهم لي ليه؟ ما انت جاي عشان كده. شويه فقر جبتهم لي، ما انت جاي عشان كده. شوية خوف، ما انت جاي عشان كده، احنا موجودين عشان نبتلى. فشيء طبيعي اتلقى هذه الابتلاءات، ما هي طبيعي. اما حد يقول لي انت ماشي في طريق على الدائري مثلا الساعة 4 العصر ولا بتاع، فالدنيا تبقى زحمة، فانا ماشي خلاص، ما هم قالوا لي. اما بنروح الحج حضرتك ربنا يا رب يفتحوا لنا تاني، بنقول للناس خلي بالكم وانتوا نازلين من عرفة على مزدلفة، هي مسافة 5 6 كيلو ممكن تاخدوها في ليلة. فالناس مهيئة.
فلما تاخدها في ساعتين ثلاثة يبقى مبسوطين قوي. فاحنا مهيئين في الدنيا الابتلاء. للابتلاء، ده أيوة. رقم واحد. فلما استقبله ما بقاش قلقان، ايه ده، أكون راضي. ما افاجئش بيه. نمرة اتنين، هو مين ارحم بينا، الام، امي لو موجودة الله يرحمها تبقى ارحم بيا، الله يرحمه، ولا ربنا؟ ربنا. احسنتي. طب لما ربنا ارحم بيا من امي، يبقى اي حاجة تحصل لها تبقى ايه؟ رحمة. شكرا. فالاتنين دول هيريحوني. فحد يقول لي ايه ده الدائري زحمه، طبيعي ما انا عارف انه زحمه، قايلين لي انه زحمه، تعالى بدري شويه احسن الطريق زحمه، فانا عارف. فمستقبل ده، فانت جاي الدنيا هنا عشان تختبر، بنزل صارخ، بنزل تعبان، بنزل ضعيف، بنزل لا حول لي ولا قوه، وبتقلب بقى شويه في النعم شويه في غيره، كله نعم ونرضى بقدر الله عز وجل. رقم اتنين، ان الذي ابتلاني ما ابتلاني لغضبه علي ولا لسخطه مني ابدا. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. الناس فاهمة غلط. الناس فاهمة غلط. يقول لك ده أنا لما كنت بصلي كان ربنا كرمني قوي، إما صليت ربنا حط على دماغي، عشان بيحبك بيحط على دماغك. طب عشان يحط على دماغه؟ عشان يرقيه. عشان يرقيه. يعني الوباء اللي إحنا فيه ده مش عقاب. لا أبدا. إمتى يكون عقاب حضرتك؟ إمتى؟ وأي بلاء على كل حال، لما نستقبله بسخط بقت عقوبة. لقوله عز وجل او عن لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ان الله اذا احب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. يبقى انا من احدد اذا كان الابتلاء هذا رضا من ربنا ولا سخط من ربنا؟ بايه؟ رد فعل. احسنتي، برد الفعل. يا ترى رد الفعل ايجابي مني، رضا واحتساب، شكر لله كانه نعمه لانه سبحانه لا يبتلني الا بالخير، شئت ام ابيت، ولا هسخط؟ فان سخطت البلاء لن يتغير. هو تفتكر الناس لو جزعت وقنطت كورونا هيترفع بده؟ ابدا. هو كورونا هياخد وقته او ظروفه زي ما يكون وهيجي. طيب وهيخلص كورونا تيجي بتلقى الثانيه سنه ربنا، فلازم نرضى. زي برضو ما استوقفني سؤال لحضرتك، اليقين نوصل ازاي لليقين؟ وحضرتك اجبت. الرضا برضو هو انا سمعت من حضرتك، انا عايزه اطبق. ممكن يكون صعب. صحيح. خطوات بقى ان انا اوصل فعلا للرضا، ان عشان اوصل برضو للسعادة. احسنتي. فعلا هما دايما يقولوا اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. ده دايما مثل يقولوه. بس الحقيقة اللي علمنا الكلام ده ما كانتش ايده في المية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتولد يتيم. عشان بس نبقى في الصورة، ده اللي ساعدنا بقى. ده اللي ساعدنا. سيدنا النبي اتولد يتيم، ما شافش ابوه اصلا. وامه يدوب ست سنوات ومع السلامة. لحقت بربها. وجده اللي كان في مقام الاب بعدها بسنتين وعنده 8 سنين. فاصبح في اسرة عائلها ابو طالب، اسرة كبيرة، راح يشتغل وهو صبي عنده 12 سنة. اللي اولادنا مدللين لعند 25 بنداديهم بنعلمهم بنصرف عليهم، هو 12 سنه كان بيشتغل يصرف على نفسه. في سن ال20 دي كان حامل اهم التجاره عشان يعني يرعى نفسه بشكل اكبر. 24 25 كان متجوز وعنده بيت واسره. وبعدين يوصل 40 سنه خلاص استقرار، تجي له النبوه رحمه، لكن الناس يمسكوه ساحر، كذاب، مجنون، كاهن، الى اخره. في اكتر من كده ايه؟ وبعدين شويه 13 سنه وعنده عمره 53 سنه بعد ما استقر، خلاص الانسان في السن ده خلاص بقى يعني بيبتدي يهدى بقى ويستفيد باللي بناه وخلاص. لا يستمتع بقى بيحلم. لا مع السلامه، هنقتلك، يقوم يضطر يمشي ويهاجر ويسيب وطنه المحبب اليه عليه الصلاه والسلام، يروح المدينه ما يسلمش. 10 سنين يخوض فيهم 27 غزوه، يعني بمعدل تقريبا كل سنه 3 غزوات مفروضين عليه فرضا. ايه ده؟ طب لما نشوف النبي كده لازم انا ايه ساعتها؟ اقول الحمد لله. الحمد لله. هو انا اصبت بايه؟ وبعدين لو بنتكلم الناحيه الاجتماعيه، زوجته الحبيبه خديجه ماتت في حياته زي ما انت عارف حضرتك. اولاده او اولاده الذكور كلهم ماتوا، ما تبقالوش ذكر على الاطلاق. بناته كنا 4، الثلاثه ماتوا، لم تبقى الا فاطمه، وكانت الحرب على 6 شهور وهو كان عارف عليه الصلاه والسلام. فكل الحاجات اللي حصلت لسيدنا النبي دي تخليني اقول انا ايه؟ ايه اللي حصل لي يعني؟ ما خير الخالق اللي احسن مني حصل له كل ده، فشيء طبيعي اذا كان ده حصل للنبي فمن باب انا اولى. وهو رضى ولا ما رضيش؟ رضي. شكر ولا ما شكرش؟ الحمد لله. شكرا، فانا اكون مثل النبي، بقتدي بيه عليه الصلاه والسلام. اتكلمنا بقى ان احنا ازاي نكون سعداء وفي استقبال او راضيين وعندنا يقين في استقبال المصائب او الابتلاءات. في بقى على العكس تماما، ناس ربنا مهيئ لها كل مقاومات السعاده. أيوة. ومع ذلك شقيه. صح. ده نقول لهم ايه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى اوجد لهم اسباب السعاده الماديه.
ودعاهم الى السبب الرئيس بالسعاده المعنويه ما راحولهوش، فعندهم فراغ روحي، فمهما اشبعوا حاجاتهم الماديه ما بيشبعوش، عنده ما يزال فراغ، فراغ روحي مش عارف يملاه، لانه لن يملاه الا الايمان. فاللي زي ده بينتحر وهو عمل كل حاجه. حقيقي. اكبر نسبه انتحار حضرتك في بلد زي السويد، اغلى دخل للفرد في العالم، ومع ذلك اكبر نسبه اكبر نسبه انتحار. انتحار ليه حضرتك؟ ما هو حقق كل حاجه، ما عادش، لا مل لكل شيء، مل، ما هو عمل كل حاجه فمل كل حاجه. طب عايز اعمل جديد، مش لاقي، مش لاقي يعمل جديد، ما عندوش علاقه بيعملها بربنا، يقوم يغسل هو نفسه. كل عن الصلاه حضرتك ايه؟ قل ارحنا بها، ارحنا بها، ويا ريت ابنائنا وشبابنا وكبارنا وصغارنا يفهموا ده، سعادتهم هنا ارحنا بها، النقط بين ايدين ربي سبحانه وتعالى، انه يغسلنا ويطهرنا وينقيني ويظبطني من جديد. ان الحياه وماديتها بتحرقنا حرق، في حديث كده، الحديث بيقول كده، تحترقون تحترقون تحترقون، فاذا صليتم الصبح طفاتها، تحترقون الظهر طفاتها، فاحنا بنحترق شقاوه اهي، ما هي السعاده. يقوم تيجي الصلاه تطفي النار اللي جوانا، تطفي الحريقه اللي جوانا، فاحنا محتاجين العلاقه دي بربنا. اي انسان يعتقد انه سعيد وهو بعيد عن ربنا، ده بيكذب على نفسه، مؤقتة. بيمثلها، صدقيني. احنا عشنا الكلام ده مع ناس كتير قوي، شفنا انماط عديده جدا في الداخل وفي الخارج، شفنا انماط قد ايه قدام الناس بيمثلوا ان هم سعداء، لكن بينه وبين نفسهم بيبكوا دمع حقيقي، مش مجرد انين، دمع بينهمر من اعينهم من التعاسه اللي هم فيها، ومش لاقيين نفسهم، قصور بيشعروا بانها معتقلات، في حين حد عايش في عشه وشاعر بانه في الجنه حقيقي، بياكل انا اسف لقمه عيش وقرص طعميه وفرحان بيه، التاني عنده مائده قد كده مش عارف ياكل غير الزبدية لانه مرض من من الحالات النفسيه اللي عنده، ولا ينام الا بالمهدئات، في حين الرجل الغلبان بينام الله اكبر على الجسر في الغيط ويبقى مبسوط قوي. فالامور محتاجه ان احنا نفهم سعادتنا الحقيقيه يا اخواننا في ايماننا. وخليني اقول لك قصه صغيره كده، رجل اراد ان هو يذل مراته، من الناس الرجاله اللي مش رجاله، الذكور حقيقي. مش رجاله، قال لها انا بقى هزلك، لا انا هطلقك ولا هعملك واحبسك في البيت وهسيبك كده زي مش عارف ايه وهتجوعي لا اشقينك. قالت له اعلم انك اذا كنت تظن ان سعادتي في ماكل او مشرب او علاقه خاصه بالرجل ومراته او فسحه او خروج او خلافه، فتملك انك تمنعني السعاده دي، وفعلا تملك ان تشقيني، لكن حقيقه سعادتي هي في ايماني، وإيماني علاقة بيني وبين ربي في قلبي، لا تملك أنت ولا غيرك أن تتصرف فيه، فسعادتي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وصدقت، فقول ربي سبحانه وتعالى واضح، فإما يأتينكم مني هدى، شوف ربنا سماه هدى، هدى يعني إيه؟ لو مشينا على إيه؟ مشينا على طريقه، التزمناه في كل حاجة، إنسان يبقى صادق، إنسان يبقى أمين، فينام مرتاح، هادئ، مش عمال يفكر هكدب بكرة أقول إيه؟ وهكيد بكره لمين واعمل ايه؟ واحسد ده وازاي؟ وازاي ده سبقني؟ وازاي ده جاب فلوس اكتر مني؟ فنايم بيغلي يصحى بمصيبه جاي له جلطه ولا غيره؟ لا، ده نفوس هاديه، نفوس طيبه، فتقوم تقول له سعادتي في ايماني وايماني في قلبي وقلبي لا يملكه الا ربي. خلينا نتعامل بمنطق هذه المراه. طيب اوكي، احنا دلوقتي ممكن حضرتك يعني اتجهت بينا ان الايمان والذكر ربنا وكده، ممكن الاقي حد قريب من ربنا انا احسبه على خير واحسبه قريب من ربنا واشوفه بيعبد ربنا وقت طويل وليه عبادات كثيره، بس ومع ذلك برضو الاقيه حزين وما لاقوش يشعر بالسعاده. طيب، في فرق بين الحزن لما تحصل مصيبه لا قدر الله، امر فطري. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حزن وقال كده، قال وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون، ودمعت عينه، لكنه قال لكن لا نقول الا ما يرضي الرب. برضو الرضا، رجعنا للرضا تاني، لا نقول الا ما يرضي الرب. فانا حزين لكن على وشي وعلى يعني كل حركاتي بتدل على الرضا، لان لا طبت خد
ولا شقات جيب ولا عمال اشتكي تعالي يا عيال شوف حصل لي، وتعالى يا محمد شوف اللي حصل لي، ما فيش الكلام ده. شكوته لمين؟ زي سيدنا يعقوب كده، انما اشكو بثي. شوف يعقوب عيط لحد ما عينه بيضت، بس بينه وبين مين؟ الله ربنا. سيدنا النبي نفسه مش اشتكى، بس اشتكى لمين؟ اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، لكن عافيتك احب الي. يا رب انا عايز العافيه احسن لي، بس انا راضي ما دام انت مش غضبان عليا فانا راضي. فكون الانسان يبقى حزين شويه مقبول، انما مش حزين كتير. مش حزن اللي يوصله للاكتئاب الياس والقنوط والياس والاحباط، مش ده مش ده المسلم. والا هيبقى الموضوع بالنسبه له في ضعف ايمان. وفي فرق كبير جدا بين اللي بيعمل عباده لكونها عباده واجب، واللي بيعمل عباده عشان تثقل ايمانه وتعلي يقينه. طيب فضيله الشيخ، نعم، رساله بقى اخيره للناس اللي ولا عندها حاجه تزعلهم ولا عندها حاجه تفرحهم، حياتهم رتيبه ممله بمعنى اصح، يعني زي ما هم شايفينها، رساله ليهم بقى ان هم يعيشوا، يعني يستمتعوا بالحياه الرتيبه دي من وجهه نظرهم، يستمتعوا بيها ويعيشوها بسعاده. شوفي سيدتي او ابنتي، من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه، معافا في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الرتابة دي على أقل الحمد لله، لا أنا نايم جعان الحمد لله، ولا نايم بجسدي وجع، ولا والحمد لله رب العالمين خايف من شيء، ربنا مأمننا فأوطنا ولله الحمد والمنة. هذه نعمة من الله عز وجل، يعني لازم نسجد لله شاكرين عليها، فنحمد ربنا عليها. غيرنا ما عندوش ده، غيرنا لا آمن في سربه، غيرنا لا معافى في بدنه، غيرنا ليس عنده قوت يومه، مش بتكلم على قوت سنه، حتى قوت يومه ما هوش موجود. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا، الحمد لله، ونملى بقى يومنا ده الرتيب ده. حضرتك ما عملتش رتيب، الله اقسم لك بالله يا بنتي، لو احنا بنقرا وردنا من القران جزئين ثلاثه، وبنقول اذكار النبي عليه الصلاه والسلام، وبنحافظ على صلاتنا، وعندنا واجب زياره بنعمله، واجب خدمه لاب وام الكبار في السن بنعملهم، واجب زياره بنعمله، حد بنخدمه لله سبحانه وتعالى، ما هنلاقي وقت نفكر يا بنتي فعلا. ولا هنلاقي وقت ننام، هنلاقيش وقت ننام يا بابا، ما بنشتغلش شغلات ما حصلتش، شوفنا مش وقت ننام. وكتر الواجبات اللي علينا الايمانيه والواجبات الطبيعيه تخلي الواحد ما ينامش. فرتبت ايه؟ ده احنا عندنا حديث، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. والفراغ اليوم هيجي يوم نقول يا فين دقيقه، فين وقت اراجع شويه قران، احفظ شويه قران، هنقابل ربنا ازاي؟ ذكر ربنا عز وجل. وخلينا اقول لك حاجه بقى اختم بيها لو سمحتي، اتفضل اختم. انا بذكر الله تطمئن القلوب. ونعم بالله. ليه ما قالش الا ان القلوب تطمئن بذكر الله، لان كان ممكن تطمئن بذكر الله وبغيره حاجه ثانيه، انما لما قال الا بذكر الله تطمئن القلوب فلا تطمئن الا بذكر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله ونعم بالله. انا سعيده جدا بوجود حضرتك معايا، نورت الدنيا. فضلت الشيخ، الله يكرمك. شكرا.